حرص الآلاف من المواطنين على الاصطفاف بشوارع القاهرة خلال مرور موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحيته وتهنئته بفوزه بولاية رئاسية جديدة. جاء هذا عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة. يعني مثلا بنيجي نقول حاجه بتاع 50 ورشه. السلام عليكم. يا مرحبا. سنه بتاع 50 ورشه مثلا. الايجار؟ الايجار هنا عامل 1000 جنيه. اللي هو المحل الصغير. اللي هو حضرتك اللي هو بتاعنا. مثلا صلى على النبي يا باشا امبارح عشان اشوفه. انا مصلي على النبي عشان اشوفك يا باشا. صلى الله عليه وسلم. يا ابني مظبوط يا باشا. بسم الله ما شاء الله. احنا يعني سيادتك من ساعه ما حضرتك مسكت البلد بصراحه. لا. بسم الله ما شاء الله على البلد بصراحه. استمنوا فيها لا حته ثانيه خالص بقى غير بقى. بسم الله ما شاء الله. طيب الله يسيب لي اسئله. السلام عليكم.